بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، احتفلت المنظمة السورية للمعاقين آمال بالذكرى 10 لتأسيسها، وشاركت سيدة الياسمين السيدة أسماء الأسد المنظمة احتفالها يلي تضمن فقرات متنوعة لذوي الإعاقة، بالإضافة لتخريج دفعة من حملة الماجستيرات التخصصية بعلاج ذوي الإعاقة. لنتعرف أكثر على تفاصيل هالفعالية يلي قامت يوم أمس، وماذا قدمت المنظمة خلال 10 أعوام، وما تخطط له في الأعوام القادمة. بصرنا أن نرحب بالاستديو بالأنسة سهام عباس، مديرة قسم البرامج الأكاديمية والتدريب بمنظمة آمال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أنسة سهام. يعني خلينا نحكي عن احتفالية يوم أمس يلي كانت هي بمرور 10 أعوام على تأسيس آمال، وكانت بمشاركة من السيدة أسماء الأسد راعية المنظمة. خبرينا عن الاحتفالية امبارح. هلا نحن 10 سنين مروا على آمال من الجهد والتعب والجهود، يعني طبعا الجهد كان هو من اشخاص كثير من جهات واشخاص متعدده. هلا نحن 10 سنين مروا والحمد لله كان في نجاحات متعدده. بدايه كان الاحتفال بتغيير اسم المنظمه، نحن اسمنا كان المنظمه السوريه للمعوقين امال، صار اسمنا المنظمه السوريه لاشخاص ذوي الاعاقه. ليش اشخاص ذوي الاعاقه؟ لانه نحن الشخص اولا، الانسان هو اول شيء، فنحن النظره العالميه ومنظمه الصحه العالميه بتقول الاشخاص ذوي الاعاقه. هذا نحن هو اخر شيء، هو الاسم ما مهم. نحن ما المهم شو هو الاسم، المهم نحن الشخص الانسان الطفل، هو طفلنا، هو ابننا، هو شخص ننظر له بهذا المنظار، ما ننظر له لانه ذوي احتياج خاصه او ذوي اعاقه او معوق. هذا الاسم ابدا ما مهم. يمكن شرحتي لنا على شيء. نحن لما بلشنا نغير الاسم هلا هذا كان شيء شفاف، مو مبين، مو ما له لون يعني. فنحن الاشخاص اللي شاركوا بالاحتفاليه كان في وزراء، وزير التعليم العالي، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل طبعا سيدة أسماء. فنحن لونا، والأشخاص اللي كانوا مشاركين بالاحتفالية جميعا لونا نحن صورة هذا الشخص وغيرنا اللوجو فيها. فهو صار له لون، صار موجود بيناتنا، صار هو شخص ما نو معوق. يوم أمس يعني قدمتوا بعض العروض بالإضافة للفيلم يلي كان عم ينطق بلسان أطفالكم من ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني خبرونا كيف مهدتوا ودربتوهم هالأطفال لحتى يعبروا عن أنفسهم. هلا نحن اول شيء الطفل لما بيجي كان يجي على آمال اذا كان عنده اعاقه سمعيه، طبعا هو بيعمل الفحوصات السمعيه المناسبه، اذا بده سماعه او اذا بده حلزون بتركب له المعين السمعي المناسب، ونبلش بقى نحن مسيره التاهيل. يعني الطفل لا يحكي هالكلمات، يعني صح نحن يمكن اولادنا اللي يمكن اللي بيشوفهم وما بيعرف شو هو التاهيل، بيقول انه يعني ممكن كلامهم مو مفهوم او عم بيحكوا كلمات قليله، بس حتى هي الكلمات القليله عم يعبروا عن حالهم. فهن عم يعبروا عن حالهم اول شيء، هن صار لهم صوت يسمعوا، صاروا يحكوا. شيء ثاني قديش هي اخذت مسيره التاهيل. يعني الطفل اول ما يتركب له حلزون بده 36 جلسه حتى بس هو يسمع صوته ويميزه. فانت تخيلي هي مسيره من الجهد من قبل الاختصاصيين ومن قبل الاسره، فهي جهد متضامن مع بعضه ليصير هذا الطفل قادر يحكي الكلمه، ليقول اول كلمه كلمه ماما او كلمه بابا. فكيف لحتى شارك لحتى يشارك هو بهي الاحتفاليه؟ اخذوا وقت يعني من الفيلم، وكان شفتي لقاء مع الامهات، الام قديش كانت فرحتها لما ابنها او بنتها قالت لها كلمه ماما او قالت كلمه بابا. نفس الشيء بالنسبه لطفل التوحد، طفل التوحد هو يعني بيكون موجود وما انا موجود، اذا ما اشتغلنا معه على التواصل فيعني ما بيقدر هو يتواصل حتى مع امه اللي هو اقرب شخص له. فهي مسيره طويله، بس اخر شيء نحن الحمد لله قدرنا نوصل اولادنا لانهم يقدروا يحكوا ويتواصلوا معنا، لانه نشوفهم ويشوفونا ويسمعونا ونسمعهم. يعني امبارح وتقدموا هالعروض قديش هن كانوا مبسوطين، وقديش اهاليهم كمان الاهل قديش يعني حسوا بهالفرحه الكبيره اللي هن ناطرينها؟ يمكن اكيد يعني من طفل انا ابني موجود ما عم يسمعني، ولا الطفل انه صار هو عم يسمعني وعم يشوفني وعم شوفه، فهي شغله كثير مهمه طبعا. هلا نحن العرض الثاني كان انه نحن عملنا شبه تقريبا برنامج تلفزيوني قلدناكم. انه نحن كان في لقاء مع وزير الصحه ومع وزير الشؤون الاجتماعيه والعمل ومع وزير التربيه. كل طفل هو له حق انه يتعلم، له حق بعد ما يتعلم انه يندمج بالمدرسه. ما بكفي انه نحن ناهله، اذا تاهل نحن بالمرحله الاولى من عمره وهو ما راح على المدرسه واندمج، فهو ما حققنا الغايه لهو يعني يكون هو طفل فعلا فعال بالمجتمع. بالتاكيد. الشيء الثاني نحن كان في لقاء مع وزير الصحه، كثير مهم موضوع الكشف المبكر على الاعاقه السمعيه. هلا كثير هي شغله معنا صعبه بتصير، يعني هو عباره عن جهاز، يعني هو عباره عن جهاز من سن الولاده، من عمر الولاده، يعني بيكشف اذا في اعاقه سمعيه ولا ما في اعاقه سمعيه. ومنظمه آمال قامت بعده يعني نشاطات وفعاليات وحملات مسح سمعي، حملات مسح سمعي بهذا الاطار.
كثير مهم نكشف مبكر على الإعاقة، كل ما تدخلنا مبكرا كل ما نحن حدينا من مدار الإعاقة. يمكن هي مسؤولية الأهل، لأنه هن بيكون أحيانا عندهم خوف من أنه يكون في إعاقة عند طفلهم، فلهيك ما بيتوجهوا لبعض المنظمات المسؤولة أو ما بيميزوها. في عندهم الخوف أحيانا، الخوف، وفي نفس الوقت في ناس بحسوا يعني إحساس بالعار أو أنه هي وصمة أو شيء، فهن بيخبوا ابنهم يعني بتكون صدمة لهم البداية، بس بعدين يعني الغالبية بتقبلوا لأنه إذا ما تقبلوا هنا ما بيقدروا يساعدوا ابنهم. يعني خلينا نحكي كمان عن مشاركة السيدة أسماء بالاحتفالية، وهي دائما يعني من بداية آمال دائما بتشارككم، قديش هالشيء عم يكون دعم وحفز لكم أنتم ومسؤولية أيضا المسؤولين عن منظمة آمال. نحن من بداية التأسيس السيدة أسماء معنا بكل خطوة، يعني من بلشنا بآمال بقسم البرامج الأكاديمية، بلشنا ببرامج ماجستير، بإحداث برامج ماجستير. طبعا نحن آمال لحالة ما ممكن، يعني إيد لحالة ما بتصفق، أعمال لحالة أبدا ما بتشتغل. نحن دائما في تشاركية مع القطاع العام والجهات اللي بتشتغل بالإعاقة، يعني نحن عنا في تشاركية مع جامعة دمشق من خلال وزارة التعليم العالي، مع وزارة الشؤون، مع وزارة الصحة، مع جهات كثير بتشتغل بالإعاقة. فنحن قدرنا نعمل أعمال طبعا بالتشاركية، فتحنا اختصاص تقويم الكلام واللغة، هذا الاختصاص ما كان موجود بسوريا. هذا كان الماجستير الأول، كان طبعا بدعم من السيدة أسماء، وماجستير بالتربية الخاصة، وكان هو الدفعة الأولى، وتم تخريج منه 22 اختصاصي بالكلام واللغة و22 كمان اختصاصي بالتربية الخاصة، وأنا بشرفني أني كنت من الدفعة الأولى. حتى نحن في عنا صبية من الدفعة الأولى يعني اشتغلت بأعمال، وهلأ راحت هي على أمريكا وأخذت دكتوراه بأمريكا وعم تدرس معنا بالماجستير الحالي اللي هو هلأ تخرجوا. فيعني في دعم كتير كبير، وفي دائما متابعة مستمرة من خلال زياراتها، من خلال متابعاتها. أكيد نحن لولا هذا الدعم نحن لا أعمال بالنهاية ما فينا نعمل شيء، بالإضافة للتشاركية مع الجهات الأخرى طبعاً. تماماً. أنسة سهام، نحكي شوية يعني عن منظمة آمال وقديش قدمت العديد يعني من الخدمات لأطفالها، ووين وصلت من 10 سنين لهلأ؟ نحن 10 سنين آمال، 26,000 طفل استفادوا من خدمات آمال، 2500 أسرة تم تدريبهم، بالإضافة ل 97 جهة بيشتغلوا بالإعاقة من معاهد، من جمعيات، من رياض أطفال، نحن كلهم كان تدريبهم بالمنظمة. كل هدول الأشخاص هن قدروا يستفادوا من أعمال خلال 10 سنين، قدرنا نحن نعمل 9 ماجستيرات، 168 اختصاصي، اختصاصات عنا تقويم الكلام واللغة، التربية الخاصة، السمعيات، والنفسي حركي اللي هو كان الماجستير الأخير. طبعا هذا الشيء مثل ما قلت كان عبارة اتفاقيات تعاون مع جامعة دمشق والجامعة الأردنية والجامعة اليسوعية. نحن بالأزمة بتعرفي الأزمة كتير فرضت شروط صعبة علينا، ما وقفنا. احنا خلال الأزمة عملنا ماجستيرين بالسميات، وماجستيرين بالنطق، وماجستير النفسي حركي. لما الخبراء الخارجيين ما قدروا يجوا لعنا، صرنا نعلم عن طريق السكايب، صرنا نستخدم السكايب، والأساتذة صاروا عن طريق السكايب يعلموا، وقدرنا نعمل هدول الماجستيرات. كان في تخريج دفعة كمان امبارح، بشو هي كانت الاختصاصات اللي كانت امبارح؟ الدفعة الثالثة من ماجستير تقويم الكلام واللغة، عملنا خرجنا دفعتين من قبل بآمال، هي كانت الدفعة الثالثة، كانوا 21 خريج، كان تدريبهم عن طريق السكايب تعليمهم، يعني بالنسبة للمواد الاختصاصية اللي ما أنا موجودة بجامعة دمشق، طبعاً بمشاركة أساتذة جامعة دمشق موجودين. حضرتك ذكرتي لنا عفواً، بس بالإضافة لكان في كمان في عنا 3 طلاب من ماجستير السميات. أكيد نحن نتمنى لهم كل التوفيق. أكيد. حضرتك ذكرتي لنا إنه عم يتم كمان تدريب الأسر والأهالي، يعني قديش هالموضوع كتير مهم، إنه مو بس الأطفال تساعدوهم لحتى يتخطوا المشكلة الموجودة عندكم، كمان الأهل لهم دور كتير كبير بطريقة تعاملهم مع أطفالهم لحتى يساعدوهم. أكيد. هن بدورهم كمان. لأنه الطفل بيجي على المنظمة مثلاً الاختصاصي بيقعد معه إذا كان جلسة 3/4 ساعة، إذا كان بيجي على المركز من الصبح للظهر مثل نظام روضة. فالأهل بدهم يشتغلوا معه كل النهار، إذا هن ما أخذوا القواعد الأساسية وتدربوا هن ما بيقدروا يساعدوا ابنهم. لازم يساعدوه حتى يقدر هو يتطور أكثر. كيف عم يكون تفاعل الأهل معكم يعني لحتى يوصلوا للشيء المناسب للتعامل مع أطفالهم؟ بالغالبية بتقبلوا، بالغالبية بيلتزموا، يعني بالغالب بيلتزموا. هلا يمكن الازمه شوي فرضت ظروف انه الاهل بحكم سكنهم، بحكم انه ما عندهم وقت يشتغلوا مع اولادهم، يمكن لقينا شويه صعوبه، بس يعني بالاجمال الاهل طبعا بيحبوا يساعدوا اولادهم بيشتغلوا معهم. لحتى يمكن نشوف النتيجه اللي حصلتوا عليها امبارح، كمان عم نتابع مع بعض العرض المسرحي اللي قاموا فيه الاطفال، كمان قديش هذا الطلب، كيف هي تدربتوا تماما؟ مثل ما قلنا نحن لبلشوا يحكوا قد ايه هن اخذوا وقت جلسات، قد ايه اخذوا هن تاهيل،
هذا صراحه بده وقت كثير، هذا بخلينا نحن نرجع نقول انه نحن بحاجه كثير لمراكز تاهيل نوعيه. هلا في مراكز رعايه كثير وهي مهمه يعني بتساعد كثير الاهل، بس الاهم منه صراحه هي مراكز التاهيل النوعيه، وهذا بيتطلب وجود كوادر مؤهله. ومن هون نحن بيجي دور آمال بالنظرة الجاية إنه نحن أو المستقبل يعني القريب إنه نحن لازم نبلش نحن أكثر نعمل تعاون مع الجهات الحكومية بالذات وزارة التعليم العالي بافتتاح برامج ماجستير أو إجازة باختصاصات معنا موجودة، لأنه الإعاقة هي بحاجة لخدمات متكاملة ولخدمة شمولية، ما بكفي نحن نشتغل بس نطق وتربية خاصة، في كتير اختصاصات هي بحاجة نحن إلها ومعنا موجودة بالبلد، لازم نحن نسعى إنه نحن نشتغل معها طبعاً أكيد بالتعاون والتشاركية مع الجهات المعنية. هذا دائماً اللي بتسعوا له كمان. أكيد نحن أيدي لحالة ما بتصفق. تماماً. يعني عم نشوف كمان هلأ شيء من العرض، عم نشوف الأطفال كيف كتير متفاعلين والجمهور كمان. ومبسوطين والجمهور كمان. أيوة كيف يعني هيك مبسوطين عن شو كانت المسرحية اللي قدموها حول شو كانت يعني الدور؟ التعاون، فكرة التعاون انه هون في حدا صاب محله بال يعني هلا بالأزمة صاب محله وانحرق فهو ما عاد عنده مصاري، شخص ثاني هو عنده عريس هو فعم يحلق شعره عم يحلق له الحلاق، فهو راح على القهوة شافه لرفيقه زعلان عم بيقول له انه انا انت ليش زعلان؟ قال له انا راح محلي، قال له انا عازمك على عرسي لازم ننبسط، يعني في قيم كمان قيم لانه نحن اخر شيء بدنا نزرع الفرح لاولادنا، يعني نحن شفتي ضمن هالحرب مو معقول كله حزن حزن، فهن لازم شويه فرح يعني اضافه للتدريب في قيم عم تعلمون اياها كمان عملوا عرس، واخر شيء هي النقطه اللي هو جمعها اعطاها لصديقه انه هي مشان انت تفتح محلك، فهي فكره انه قد ايه نحن بحاجه نحن بهالفتره نحن نساند بعضنا، مثل ما قلتي هي قيم، موضوع قيم، لانه هو التاهيل مو بس انا بدي اعلمه احكي، بدي اعلمه قيم جماليه، مشان هيك نحن كامل فعاليه كمان نحن في رسم معرض رسم للفنان المرحوم نزار اسماعيل، احنا ليش اخترنا نزار اسماعيل؟ لانه هو بيرسم اشخاص وهدول الاشخاص كثير كانوا قريبين من اولادنا، فهن رسموهم الاولاد رسموهم فقدروا انه هن يرسموا لوحاته وبطريقه كثير كانت حلوه، وهن كثير تفاعلوا مع اللوحات، كثير هي لامست فيهم الجانب الجمالي والانساني كمان، يعني تنميه مواهبهم يعني بالاضافه لتاهيلهم، انه هو مثل ما قلنا انه هو بس يحكي ويروح على المدرسه، لا هو بده ينمي عنده قيم الجماليه، قيم الفن، الفرح، واخر شيء هو شخص لازم يعيش حياته بكل مراحلها يعني اكيد مثل ونحن هذا المعرض مستمر يومين بابا نضيكم نضل الناس يضلوا يشوفوا سيد تمام نحن هلا عم نتابع مع بعض مشاريع يمكن المعرض في كثير لوحات يعني تقدمت وعم نشوف كمان سيدة اسماء زارت المعرض يعني كمان أنسى سهام بالإضافة للأعمال اللي قمتوا فيها من تأسيس المنظمة لهلأ اختلف أكيد شوي يمكن التوجه بظل الظروف اللي عم نمر فيها صار في مسؤولية أكتر للأطفال يلي هن عم يعيشوا كمان ظروف الحرب بالإضافة للمشكلة الموجودة عندهم قديش أنتوا ساهمتوا كمان لحتى تدعموهم نفسيا وببرامجكم اللي عم تقدموها كمان حاولتوا شوي أنه هن ما يضلوا ضمن الأجواء يعني اللي عم تعيشها كل طفل سوري ضمن الحرب اللي عم تمر فيها سوريا. نحن ضمن الفعالية كان في فقرة كورال، إذا هاي الكورال كان في أطفال من كل الجمعيات بدمشق، حتى كان في أطفال يعني عندهم بتر نتيجة الأحداث يعني، فنحن يعني برجع بقول إنه هن الأطفال نحن بنعمل كتير نشاطات واحتفالات بالمنظمة بمشاركة الأهل والجمعيات الثانية، يعني مثلا نحن يوم عيد الأم، يوم عيد الميلاد بيعملوا بجيبوا الشجرة، في كمان احتفالية كانت الشجرة بيضووا الشجرة، دائما في عنا احتفالات، في عنا نشاطات يعني هادفة، مثلا بناخذهم مسبح نحن، بناخذهم خيل، بالصيف بناخذهم معسكر، رحنا على كفر ستة، أخذنا أطفال الإعاقة السمعية وأطفال التوحد، مخيم لمدة 3 أيام، كان مخيم رائع، الأولاد سبحوا يعني شعلوا نار، عملوا كل النشاطات أجواء المخيم فعاشوا أجواء المخيم وبدون أهاليهم يعني شو المسؤولية كمان عليكم هذا الموضوع؟ ضلوا 3 أيام يعني بدون أهليهم الأطفال وكانوا كتير مبسوطين يعني أطفال التوحد أطفال الإعاقة السمعية، ففعلاً أولادنا كتير كانوا مبسوطين بيكون في دمج بين أطفال التوحد وأطفال الإعاقة السمعية؟ إحنا في أكثر من طبعاً أكيد نشاطات كتير مشتركة غير كمان نحن في عنا كان كتير نشاطات لدمج أولادنا بالمجتمع أخذناهم نحن أكثر من مرة لمدارس أبناء الشهداء كان في نشاطات مشتركة معهم
خدناها النشاط خيل للاولاد، ايه كثير في نشاطات مختلفه عنا. طيب يعني عم مثل ما قالت اريج، نحن بظل هالظروف، شو هي الصعوبات يلي واجهتكم انتم يعني كمنظمه بالازمه، يعني اكثر الصعوبات يلي واجهتكم؟ هلا اكثر شيء نحن واجهنا انه اغلب مراكز الاعاقه هي ما عاد اشتغلت، صارت مراكز ايواء وصارت تقدم خدمات اغاثه، فحتى الاشخاص الكوادر تسربوا اغلبهم هاجروا، فصار في عندنا مشكله نقص بالكوادر وعندنا نقص بمراكز التاهيل وخاصه مراكز التاهيل النوعيه، فصار في عندنا نحن كامال صار في عندنا كثير ضغط وقائمه انتظار طويله. اكيد يعني نحن كامال بنزعل انه بيجينا طفل احيانا نحن ما فينا نقدم له خدمه، مو لانه نحن مو حابين نقدم له الخدمه او ما فينا يعني، بس لانه نحن لا عندنا المكان ولا عندنا الاختصاص اللي قادر هو، لانه اخر شيء اعداد كبيره ونحن كجهه ما بنقدر لحالنا. يعني يعتبر في نقص بالكوادر او في نقص بالكوادر وفي نقص بمراكز التاهيل، هي مشكله كثير حقيقيه انه نحن لازم كثير في تضافر بكل الجهات الاهليه والجهات الحكوميه انه نحن نقدر نتغلب على هالمشكله، يعني هي من الازمه. يعني اليوم هلا من خلال هذا اللقاء شو بتحبي توجهي كلمه اكيد لحتى تم الارتقاء اكثر بالخدمات اللي عم تقدمها المنظمه وتم في تكامل وتشاركيه بينكم وبين جهات حكوميه؟ أول شيء بحب أني أشكر كل الجهات اللي هي عم تشارك معنا، وبحب أنه نكون أكثر يعني المشاركة، أكثر نحن نشتغل مع بعض، أكثر نضافر جهودنا حتى نحقق شيء، لأنه نحن ما بنقدر لحالنا نعمل شيء أبداً، لازم يكون في أكثر تعاون، أكثر جهد، أكثر تضامن بين كل الجهات حتى نقدر نعمل شيء. يعني إن شاء الله يعني هالشيء بيتحقق وبتقدروا تحققوا كل شيء بدكم إياه بالمنظمة لتستقبلوا أكبر عدد من الأطفال ويتم تأهيلهم. رجعنا لنتابع يعني من الاحتفالية أيضا مبارح، يعني مشاركة السيدة أسماء كمان طلعت وشاركتهم للأطفال. الأطفال إجوا لعندها وهن أصروا أن يطلعوا على المسرح، فطلعوا مع المسرح وبلشوا. شو كان شعورهم؟ كيف عبروا عن فرحتهم؟ هن إجوا لعندها، أخذوها على المسرح وكتير صاروا يحاكوها، هي وعم تحكي كلمتها صاروا يقاطعوها ويحكوا معها، يعني صار حوار. فقديه لنا يعني فعلا، لانه هي مو اول زياره، هي دائما بتزورهم، دائما بتتفاعل معهم، ودائما فهن كثير يعني ضلوا هيك مبسوطين فيها. يمكن اطفال التوحد يعني بدهم وقت لياخذوا على الشخص، فالشخص اللي بيكونوا شايفينه اكثر من مره بصير في علاقه، علاقة طبعا علاقه تواصليه اكثر. هلا نحن كمان عملنا يعني كان في شغله انا كثير كانت هي حلوه، لما نحن طلعنا الخريجين على المسرح ليتكرموا، اولادنا نحن كانوا لابسين ثياب روب التخريج يعني. فهي كانت انا يعني رساله كثير مهمه، اول شيء هن اخذوا الاولاد اللي هن عم باهلوهم، يعني كل اختصاصي او كل خريج اخذوا الطفل اللي هو اللي عم باهله، اخذوا بايده نزلوا هيك وطلعوا معه على المسرح، واخر شيء كان في صوره جماعيه كل حدا الاولاد قدامنا موجودين، الاولاد اللي لابسين روب التخرج مع الخريجين، وكانت شغله كثير حلوه. باي عمر تقريبا يعني منظمه امال انه بتكون خلص هلا هي لازم يمكن يعني ما عاد فيها تكمل مع هذا الطفل؟ هي هو لازم يكون في يمكن في منظمه ثانيه تستقبله بعمر معين. هي المشكله الثانيه، انه نحن بنستقبل نحن من 3 للـ10، طب بعد 10 سنين نحن لسه بلدنا ما في عندنا مراكز تستقبل الاولاد بعد هذا العمر. فللأسف يعني احيانا انت بتاهلي الطفل وبينتعب عليه وبيصير هو قادر انه يعمل شيء، بس بيجي فتره بيوقف، هي بتصير مشكله للاهل وحتى نحن كمنظمه، يعني نحن بنزعل انه هذا الشيء اخر شيء جهد ما عم يتوج، ما عم يكون هذا التدريب والتاهيل فعال لبعدين. يعني في لازم الاعمار الثانيه يكون في مراكز تاهيل. هلا اذا كان التاهيل هو تمام والطفل قادر يدمج، لازم يكون في مدارس دامجه تدمج هذا الطفل، ممكن يكون في اختصاصيين بالمدارس يعرفوا كيف يتعاملوا مع هذول الاطفال. اذا الطفل هذا غير قادر على الدمج الاكاديمي، لازم يكون في عنده تاهيل مهني، يفترض انه هو يتاهل مهنيا، يتعلم مهنه حتى يصير هو ما له طفل، هو ما له حدا عالي على اسرته وعلى المجتمع، حتى ريحه وريح اسرته، هو لازم يكون في عنده تاهيل مهني بعد ما يكون في عنا التأهيل المرحلة الأولى. يعني الأطفال اللي عم يطلعوا بعد عمر 10 سنين هن لازم يدمجوا، في منهم ممكن أنهم ما يدمجوا. ما يكونوا هن قادرين يكون في، يعني ما يشملهم الدمج الأكاديمي، هم بيوقف، هن بحاجة لشيء ثاني مهني، تأهيل مهني، يعني هيك لازم يكون. يعني كمان ست سهام، حضرتك كنت عم تذكري لنا انه كيف وقت يدخل الطفل لعندكم بالبدايه، قديش مهم يعني التوعيه للاهل انه هن بحاجه اولادهم لهيك مركز، وكيف كيف فيهم يعرفوا كمان منظمه امال كيف بتقدم خدماتها؟ هلا هو التوعيه كثير شيء مهم، ونحن حدا يعني محور من محاور امال هو التوعيه،
كثير بنعمل حملات توعيه، من نشاطات او احتفالات بالذات بالكشف المبكر على الاعاقه السمعيه. نحن بنعمل حملات مسح سمعي كثير، بنروح على المدارس على رياض الاطفال، كل ما كان كشف مبكر للاعاقه السمعيه بيكون اكثر الشغل التاهيل. هلا في اهل مثل ما قلنا، في اهل بتقبلوا انه هن ياخذوا ابنهم، في اهل بالبدايه بيرفضوا يعني لا ابني ما في شيء، ضل عندهم، بس بعدين اخر شيء بيضطروا انه يروحوا يكشفوا عن الاعاقه، وكل ما كان مبكر كل ما كان احسن. يعني من خلال حملات التوعيه اللي عم تقوموا فيها يمكن بتنوهوا اكثر وبتذكروا، وبيكون في توعيه للاهل انه اولادكم عندهم هالمشكله لحتى يتوجهوا لكم. كيف بيتم استهداف هيك الشرائح؟ احنا بنعمل بروشورات، في بروشورات بتنعمل انه في مثلا كشف مبكر على الاعاقه السمعيه، شو هي المؤشرات اللي بتخليني انا لازم ابني يبحث له سمعه؟ في مؤشرات عملناها طبعناها من السنة الماضية، بلشنا حملة كتير كانت كبيرة، وزعناها على المراكز الصحية بالتعاون طبعا مع كان مشفى المواساة مع وزارة الصحة وزارة التعليم، كانت حملة كتير كبيرة. طب هل هذا غير كافي؟ يعني لازم يكون في أكتر، بالإعلام له دور كتير كبير طبعا، بالتعاون مع كل يعني أكيد مؤامل لحالها، بنرجع بنقول إنه مع كتير جهات، يعني بكل الإعاقات لازم يكون في توعية، وبس على الإعاقة السمعية، بكل الإعاقات. التوحد عملنا شيء على مؤشرات التوحد، بس برجع بقوله هو يعني لازم يكون اكثر، يعني لازم يكون اكثر من هيك. يعني حكينا الاعاقه السمعيه باي عمر تقريبا من بتبلش، لكن التوحد كيف بيقدروا انه هن يكشفوا عنه؟ في مؤشرات كمان بالاعمار بين سنتين لثلاث سنين، يعني هلا صار الكشف، يعني كمان في مؤشرات انه اذا الام لاحظتها على ابنها تقدر هي انه تراجع الاختصاصي تشوف. طبعا نحن بالمنظمه التوحد هو بيحتاج اكثر من انه مو مثل الاعاقه السمعيه، لازم يكون في لجنه يعني هي كامله لتكشف عن هذا الموضوع. بتكشف بيكون فيها طبيب اطفال، طبيب عصبيه، طبيب نفسيه، اكيد بالنهايه الوعي لازم اكيد يكون موجود عند الاهل. نحن اليوم اكيد بدنا نشكر كل الجهود اللي عم تقوموا فيها، واكيد كل التوفيق لكم. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك الانسه سهام عباس، مديره قسم البرامج الاكاديميه والتدريب بمنظمه امال، شكرا كثير لتواجدك معنا اليوم. شكرا، يعطيكم العافيه.